أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية محمود محي الدين أهمية الذكاء الاصطناعي والمدن الخضراء للاقتصاد والمجتمع، وشدد محي الدين على أهمية الاستثمار بشكل ضخم في العنصر البشري. في كافة الجلسات خاصة تلك التي اهتمت بموضوع التكنولوجيا ومستجداتها ومستحدثاتها، واحنا بنتكلم الآن في جلستين مهمين عن موضوع الذكاء الاصطناعي والمدن الخضراء ودورهم في الاقتصاد وفي المجتمع والاستثمارات المهمة التي يجب دفعها في هذا الاتجاه. تحتاج استثمارات ضخمة في رأس المال البشري، تعليم المهارات وقدرتها على التنافس الدولي، الرعاية الصحية، كان في حديث مهم كحضرتك شفت مشاركة كبيرة من عدد من وزراء الصحة في المنطقة العربية وحول العالم، خاصة العالم لم يتعافى بالكامل من جائحة كورونا، الأزمات المرتبطة بالمشكلات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا جعلت هناك حديث مهم عن كيفية تمتين الاقتصاد والمجتمع ضد الصدمات الخارجية.